السلام عليكم احبابي، ان شاء الله تكونوا ديما بخير باحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله ندير لكم بريوش اللي درتو في الفيديو السابق. الزول في اللون مرحبا يسون ساكن، نخدم ان شاء الله البريوش. ذاكي كان ساغي تمللت شبحان تمللت ساغ ذاكي كان تجغلت لا مارغارين تيني لقاقد الملح ساغ ذاكي سنه تجغلين لافاني نيغل فلون فاني وساغ تجغلت الخمارة بغرو ساخ اي فكي ام حلاوان تصاشيت الخمارة الكاطو روان جغلين الزيت يوكذ ثلاثة جغلين المزهر. نبدأ بسم الله على بركة الله. لقيك هنا ندير كاس حليب دافي ونزيد عليهم مغرف خمرة الخبز وزوج مغارف فاني فلون فاني ونخلط مليح. درت هنا قلنا حليب خمرت الخبز وزوج مغارف فاني فلون فاني ربع مغارف الزيت ونزيد ثلاثة مغارف ما زهر ولا بودرة تاع لافاني ولا تاع المزهر. دوك نوري لكم لابواط. هنا لافاني تاع المزهر هذه ولا دير انا نزيد ندير لها شويه لا بودغ ندير ثلاث مغارف مزهر ليكيد. وهنا نزيد الفرينة التدريجي. درت هنا ثلاث كيسان فرينة ما نديرهاش دفعه واحده ونزيد هنايا ساشي خمرت الحلوه ونخلط المليح. العجينه لازم تجيني طريه ونخليها فوق ونديرها فوق البلون طراي ونخدمها ونزيد لها الفرينة بشويه. هنا زدت شويه ملح لكي خضرني شويه الملح الان نفرغ العجينه تاعي فوق البلون طراي باه نقدر نلمها. قلت لكم تكون عجينه طريه ومام طون كي نبدا نعجن فيها نزيد لها شويه بشويه هكذا الفرينه باه ما تقسحناش العجينه. ذاكي انا تخدم اسمس يركتي النينو هنا عندي زبيب درته في الماء باه يطرى لنا. هنا ذاكي انا نعاود نخدم وينات اركتي النينو البريوش النينو اركتي البريوش سرسخ سوفلا بلون طراي اكنا ثارك خشوات و ميم طون سر نوع الفرينه باش كذي ذي النجمه ولا قرن نرلاطات توغال تقورا تنجي القاقد. هنا الان نزيد لها مغرف مارغارين تكون طريه قيس خدم غ المارغارين تيلي القاقد و اسميسها تجمع مليح ابرا سر نوع الزبيب الداخل. هنا نزيد لها زبيب Thank you.
البريوش تاعي صار واجد، يجي ما شاء الله، والبنة ما شاء الله. نقول لكم إلى الملتقى، أرتو فارت.